بسم الله الرحمن الرحيم، دعاء ختم القرآن الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى وفي كل وقت وفي كل حين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عملي آخره وخير اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مفزن ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي. اللهم أسألك العلا في الجنة من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم تقبل واقبل يا رب العالمين.